احنا فخورين جدا بالمشاركه ديالنا لهذا الاجتماع WIA اللي غيكون ان شاء الله في مراكش. احنا اليوم فخورين بحاجه، المراه المغربيه عندها قوه ديموغرافيه، عندها قوه اجتماعيه، وعندها قوه اقتصاديه، وخصنا نتضامنوا بيناتنا كمقاولات مغربيات وكمقاولات افريقيات باش نرفعوا الصوت ديالنا وباش يكون عندنا باش نساهموا اكثر الاقتصاد ديال القاره الافريقيه. احنا المراه المقاوله في المغرب هي كثيره جدا، ولكن المشكل سيكو ما بيناش. كاين مؤسسات مهمات بحال لا سي جو ام، بحال لا فام، اللي تيحاولوا يدعموا المراه المقاوله، ولكن خصنا مجهود اكثر باش نرفعوا الصوت ديال المراه الاقتصاديه والمقاوله باش نوصلوا، لان ديموغرافيا المراه هي اكثر من الرجال، والمراه المقاوله كتبدع كتقاوم، دونك خصنا حنا نعطيوها الجهد باش تزيد القدام. الوغ الدور المهم اللي عندنا سيكو فعلا المشكل الاول هو الخوف، خاص المراه المقاوله تثق في النفس، وهاد لو سومي WIA اللي مهم سيكو المراه ملي كتكون في مجتمع وكتشوف المرات المقاولات كينجحوا كنعطيوها الجهد باش تزيد القدام وباش تكون الثقه في النفس مجهده.